من جهة أخرى لابد أن أغتنم هذه الفرصة أيضا للحديث عن دور المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب وفي أي موقع كانوا، فهم يحتلون دائما موقع الصدارة في نضالات وتحركات المجتمع المدني، وعلى سبيل المثال لابد من الإشادة بالدور الذي يقوم به هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان في مدينة سلا، وفي مقدمتهم أعضاء منظمة الحقوق الدولية الذين كانوا سباقين إلى تأسيس النواة الأولى لهذه المنظمة في المغرب سنة 1994، وقاموا بنشاط جيد بارتباط مع سكان مدينة سلا في إثارة الكثير من قضايا حقوق الإنسان التي لها أهميتها في هذه المدينة. ففي سنة 1998 نظموا ندوة حول تشغيل الأطفال والنساء في مدينة سلا وما يرتبط بهذا العمل وبهذا الجانب من العمل لانتهاكات لحقوق الإنسان، كما أنهم اهتموا بإنشاء أندية لحقوق الإنسان بتعاون مع منظمات حقوقية محلية ومنظمات أخرى للمجتمع المدني، على سبيل المثال أذكر هنا جمعية أبي رقراق التي ترتبط مع مجموعات منظمة الحقوق الدولية بمدينة سلا باتفاقية لتنشيط المؤسسات التعليمية على مستوى التربية على حقوق الإنسان. إذا كان لنشطاء حقوق الإنسان هذا الدور الهام والأساسي، فهم يحتاجون للحماية ويحتاجون أيضا للدعم من طرف المنتخبين، الجماعات المنتخبة في المجلس البلدي في مجلس الجهة. هذا يدعونا أيضا أن نطلب من القوى السياسية في المدينة سلا أن تضع برامج خاصة لدعم ومساعدة وتسهيل أعمال منظمات المجتمع المدني حتى تنهض بدورها في نشر وعي المواطنة وفي تعريف الناس بما لديهم من حقوق وواجبات، وأيضا في المساهمة الفعالة في تدعيم الديمقراطية المحلية التنمية وحقوق الإنسان. فوطي وفوطي وعليا ديري خير فيكم وفيها.